أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى. أرحب بضيوفي هذه الحلقة، الأستاذ عاطف السويركي، عضو المجلس الوطني، عضو اللجنة المركزية للجبهة النضال الشعبي. أهلا بك أستاذ عاطف. والدكتور مازن صافي، الكاتب والمحلل السياسي، أهلا بكم في هذه الحلقة. أبدأ معك أستاذ عاطف حول المجلس المركزي والجلسة المرتقبة مطلع هذا الأسبوع، فيها طرح لقرارات مصيرية على الصعيد السياسي الفلسطيني من خلال إعادة ترتيب علاقة فلسطين مع إسرائيل، مع الولايات المتحدة الأمريكية، مع دول أوروبا، حتى على الصعيد الداخلي هناك إعادة لترتيب هذه الأوراق. تحية لك ولطاقم تلفزيون فلسطين، الجنود المجهولين والعاملين في كل الظروف وفي كل الساحات. بالنسبة لانعقاد المجلس الوطني الفلسطيني في 28 الشهر، هو جلسة هامة وذات خصائص خاصة. سبق هذه الجلسة اجتماع المجلس المركزي في آب، وسبق اجتماع المجلس الوطني، وجاءت كل النقد بأنه لماذا لم يتم تنفيذ قرارات المجلس الوطني ولماذا لا يتم تنفيذ قرارات المجلس المركزي. طبعا كانت هناك ضغوطات محلية وعربية وأجنبية حتى لقيادة منظمة التحرير حتى يعطوا الفرصة لذوي العلاقة في إصلاح ما خربته العلاقات السياسية. المجلس المركزي أمام قضايا صعبة من حيث العلاقة مع الإسرائيليين، المطلوب من المجلس المركزي إقرار ما هي العلاقة ما بين دولة الاحتلال ومنظمة التحرير الفلسطينية، وخاصة الاتفاقات الموقعة، اتفاقية أوسلو، اتفاقية باريس الاقتصادية، والتنسيق والتنسيق الأمني. هذه القضايا هي على الطاولة والمطلوب من المجلس إقرارها. أما بخصوص الانقسام، أيضا على المجلس الوطني أن يصادق على قرارات المجلس الوطني السابق عندما أفرز لجنة من أعضاء اللجنة التنفيذية لاستنهاض وتطوير أوضاع منظمة التحرير، ولجنة أخرى لإنهاء كل الخلافات بين الفصائل الوطنية من باب الشراكة الوطنية وفي سياق وفي إطار منظمة التحرير الفلسطينية. على صعيد العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، على صعيد العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، المطلوب التصدي والتصدي الكامل لصفقة القرن. وبدأت السلطة الوطنية وقيادة منظمة التحرير وفخامة الرئيس أبو مازن عندما اتخذوا موقفا واضحا وصريحا ضد صفقة القرن. وكلنا شاهدنا ورأينا ماذا كان موقف السلطة الوطنية. وأخيرا عندما خرج علينا البعض يقول أبو مازن لا يمثلني، خرج علينا 146 دولة تقول أبو مازن يمثل الشعب الفلسطيني ويمثل 146 دولة. من عارض هذا التمثيل هم ثلاث دول، أمريكا، إسرائيل، أستراليا، ولم يصوت ثمانية. هذا يعتبر تصويت إلى جانب القضية الفلسطينية، وهذا يعتبر نجاح شرعية الرئيس، نجاح للشرعية الرئيس وللقرارات المتخذة ولسلامة الموقف الفلسطيني، وهذا يعتبر دعم وسقوط أخلاقي للثلاث دول، الولايات المتحدة الأمريكية وربيبتها إسرائيل، في الاعتداءات وعدم الاعتراف في القوانين والشرعية الدولية. ومن هنا فهذا يعتبر دفعة وأساس لاستمرار التصدي لهذه الصفقة، حيث شاهدنا كيف انعزلت الولايات المتحدة الأمريكية ولم تصبح شريكا لعملية السلام، بل هي خارج اللعبة عملية السلام، وإذا أرادت فتكون إحدى الدول وليست الدولة الراعية لعملية السلام. دكتور مازن، المجلس الثوري أوصى في جلسة سابقة بأن يتخذ المجلس المركزي قرارا بحل المجلس التشريعي ونقل الصلاحيات كاملة للمجلس المركزي، فيما يؤكد السيد سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني أن هذه المقابلة أو المطالبة ستناقش على بند طارئ. بداية، ما المقصود بكل هذه المقدمة الآن؟ يعني في جلسة المجلس الثوري الأخيرة كان هناك نقاش موسع للكثير من القضايا الداخلية بما يخص المصالحة الفلسطينية وعلاقة حركة فتح بحركة حماس، وأيضا المخاطر والتداعيات الكثيرة التي تواجه قضيتنا الفلسطينية وتواجه أيضا شعبنا الفلسطيني. ما اتخذه المجلس المركزي من توصيات
رفعت إلى المجلس المركزي. هذه التوصيات أهمها هو حل البرلمان المجلس التشريعي الفلسطيني. السيد الأخ سليم الزعنون هو بعدما تم توزيع الدعوات وتوزيع جدول الأعمال أصبحت التوصيات الجديدة وتوصيات مجلس الثوري هي على بند الطارئ، أي كما يقال هي مستجدات. هذه التوصية هي سوف تناقش وتدرس في داخل اجتماعات المجلس المركزي في 28 من هذا الشهر، حيث تمتد لمدة يومين. وهذه التوصية هي فقط للنقاش، بمعنى أنها غير ملزمة قرارا للمجلس المركزي لاتخاذها سواء بالقبول أو بالرفض. وهناك قراءات لإحداثيات وحيثيات كثيرة من هذا المجال، وذلك لمحاولة إنهاء مرحلة الانقسام. أعود لك سيد عاطف حول الوفد الأمني المصري الآن الذي زار قطاع غزة لساعات، التقى بقيادات في حركة حماس ثم غادر، يعني كيف نقرأ المشهد؟ يعني بداية كل التحايا والشكر للفدائيين رجال المخابرات المصرية، كل التحية والشكر للقيادة المصرية وعلى رأسهم السيد عبد الفتاح السيسي الذي يتحدى كل الصعاب وهو ينقل مصر إلى بر الأمان، وتحية للجيش المصري الذي يتحدى كل أنواع الإرهاب الدولي. ورغم ذلك فإن مصر لا زالت القضية الفلسطينية في عقلها وفي قلبها، وهم يجدوا من الجهود ما يبذلوه، وعلى مدار 12 عام لم يتركوا الأخوة المصريين التواصل في بذل أقصى الجهود للقضية الفلسطينية. وعليه فإن هناك مفاوضات ماراثونية على جميع الأطراف، وهناك مشاريع قرارات، وهناك تدخل من الإقليم بعدة مشاريع، ولكن المفصل الآن من هو الأولوية الأولى، هل هي الوحدة الوطنية والمصالحة أم هي التهدئة؟ نحن نعلم أن منظمة التحرير الفلسطينية تقر بأن من حيث المبدأ لا، نحن لسنا ضد التهدئة، ولكن المصالحة الوطنية هي أولى الأولويات، وبعد ذلك تأتي التهدئة في ظل المصالحة الوطنية. ومن ثم فإن المجلس المركزي السابق أقر أن التهدئة وإجراء أي اتفاق تهدئة مع دولة الاحتلال هذا ليس من صفة وليس من عمل الفصائل الفلسطينية، إنما هو من صفة وعمل منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. أما الفصائل فلا علاقة لهم. وشاهدنا في 2014 من الذي وقع، السيد الرئيس اللي أعلن الاتفاق، وعزام الأحمد الذي وقع الاتفاق. وعندما طلب من عزام الأحمد تسليم أسلحة المقاومة، عزام الأحمد قال له عندما تنتهي الاتفاقيات وتنتهي اتفاق أوسلو نتحدث بهذا الموضوع، وهو الوحيد الذي تصدى لقضية سحب السلاح. تعليقك هنا دكتور مازن على هذا الكلام فيما يتعلق بتمثيل منظمة التحرير لأي طرف، ربما فيما لو تم توقيع اتفاق تهدئة أو ما شابه، الفصائل ليست مخولة بأن توقع هذا الاتفاق، إذن لماذا نشهد بعض الحراك سواء من خلال وسائط أو غيرهم باتجاه التفاوض مع حركة حماس في قطاع غزة من قبل إسرائيل؟ يعني بداية الوضع الفلسطيني في وضع استثنائي، وضع انقسام شديد، هذا انعكس على كافة الحياة الفلسطينية سواء الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية، أيضا انعكس على طبيعة العلاقات مع الخارج، أيضا هناك تدخل من دول إقليمية في هذه الملفات. حقيقة الوفد المصري يحاول جاهدا إيجاد صيغ توافقية بحيث ألا يكون هناك الذهاب إلى تهدئة من طرف حماس مع إسرائيل أو من بعض الفصائل، أيضا بحيث ألا تكون المصالحة آخر الأولويات. هناك حلول وسط أيضا تمنع أو يراد بها منع اتخاذ قرارات هامة في المجلس المركزي تجاه الوضع الداخلي لمحاولة أيضا إنهاء الانقسام. منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وهي البيت الجامع للكل الفلسطيني. ما يحدث الآن من تباينات
ومن بعض الاختلافات ومن بعض الاجتهادات لبعض الفصائل، هذا لا يمنع أن منظمة التحرير الفلسطينية هي صاحبة الولاية وهي صاحبة القرار، وهي التي قامت بالتوقيع على كافة الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو مع دولة الاحتلال. بالتالي منظمة التحرير الفلسطينية هي المخولة إقليميا ودوليا لاتخاذ مثل هذه القرارات، وليس هناك صلاحيات لأي من الفصائل لاتخاذ قرارات منفردة. ولكن ماذا يعني إمكانية توقيع اتفاق ما بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة على الوضع القائم؟ يعني بداية عندما نذهب إلى الجانب الإسرائيلي، هناك تباينات شديدة في هذا المجال، هناك اختلافات أيضا حتى بين الوزراء، هناك الكثير من المشاحنات وأيضا من الصخب الموجود بين الوزراء أيضا حتى في المجلس المصغر. هم لا يستطيعون حتى اللحظة بالخروج إلى اتفاق مع حركة حماس أو مع غير حركة حماس، هم لديهم أولويات استراتيجية وأولويات عسكرية، هم يحاولوا حتى اللحظة امداد قطاع غزة ببعض المواد اللوجستية الغذائية وما إلى ذلك ومن بعض التسهيلات، محاولة لاحتواء الموقف المتفجر في قطاع غزة. هم يعرفون تماما أن الاتفاق مع حماس هو اتفاق هش، حماس تعلم تماما أن أيضا الاتفاق مع إسرائيل هو سوف ينعكس على طبيعة علاقتها مع الشعب الفلسطيني ومع الفصائل الأخرى. بالتالي نحن على حافة القراءات لكافة الملفات، كل طرف يحاول أن يحسن ما لديه من مواد، يحسن ما لديه من نقاط يقدمها للشعب الفلسطيني وأيضا يقدمها للفصيل ذاته. بالتالي جميع الوسطات تعمل على تقريب وجهات النظر. الوفد الأمني المصري والذي أنهى بالأمس لقاء استمر أكثر من 5 ساعات مع حركة حماس، حاول أيضا يوجد صيغة توافقية تمنع اندلاع عنف وتمنع اندلاع حرب تتجهز لها إسرائيل. عندما تحدث أيضا ليبرمان أمس أننا ربما نقترب لحسم الأمر نهائيا مع حركة حماس، من مصلحة مصر ألا تندلع الحرب، لأن الوضع حقيقة في قطاع غزة وضع متفجر تماما، وضع وصل إلى مرحلة الهاوية في من الناحية السياسية أو من الناحية الاقتصادية، محاولة لالتقاط الأنفاس وأيضا تقديم أوراق إيجابية إلى المجلس المركزي، لربما يكون هناك حلول وسط. بالعودة إليك أستاذ عاطف، يعني من الواضح الآن أن هناك صراع مفتوح بين القيادة الفلسطينية بين السلطة الوطنية الفلسطينية والعالم من أجل إنفاذ الحق الفلسطيني بالدولة الفلسطينية، مرورا بإسرائيل بالولايات المتحدة وليس انتهاء بالانقسام. ألم يحن الوقت الآن لوقفة جادة من الفصائل على الأقل لتحديد طبيعة العلاقة، لطبيعة المرحلة حتى على المستوى الفلسطيني الداخلي؟ يجب أن تغلب مصلحة الوطن والمواطن لصالح المشروع الوطني. هذا صحيح، في هذه اللحظة الراهنة كل الاعتداءات ورأس القضية الفلسطينية مطلوب، ورأس الشعب الفلسطيني مطلوب، وكل ما يجري في المنطقة هو لترقيع الشعب الفلسطيني وتقليمه من مقاومته ومن صموده في أرضه. المطلوب الضغط على الشعب الفلسطيني من أجل أن يلج في صفقة القرن. هذا كله باطل، ولن يستسلم شعبنا الفلسطيني لهذه الضغوط. وعلينا كما تفضلت ترتيب البيت الفلسطيني بما فيه حل كل الخلافات الفلسطينية والاصطفاف، ومن داخل بيت الشرعية الفلسطينية داخل منظمة التحرير الفلسطينية كل الفصائل وفي مقدمهم. طيب اسمح لي أستاذ عاطف، وأنت من أحد فصائل منظمة التحرير، نتحدث منذ 10 سنوات وأكثر عن ترتيب البيت الفلسطيني، إلى متى سيستمر هذا الحديث؟ حتى ننتصر على أنفسنا وحتى نمتلك الإرادة الفلسطينية من أجل تغليب الوطن على القضايا الحزبية. المطلوب تغليب القضايا الوطنية على القضايا الحزبية، والمطلوب التنازل لصالح الشهداء والأسرى والجرعى. ومن هنا فعلينا إعادة ترتيب البيت الفلسطيني والانطلاق نحو التحدي للتحديات في إسقاط صفقة القرن والتوجه إلى العالم، ونحن قريبون إن شاء الله من إعلان الدولة الفلسطينية، حيث أننا شاهدنا التصويت الدولي
أننا قريبين من دولة كاملة السيادة. دكتور مازن، إسرائيل تهدد من حين لآخر بشن عملية عسكرية كما أسلفت على قطاع غزة إذا لم تتوقف مسيرات العودة. هذه المسيرات فلسطينيا في غزة ما زالت مستمرة حتى فك الحصار، بمعنى أن كل طرف الآن يدفع باتجاه مصلحته سواء فلسطينيا أو إسرائيليا. في المقابل هناك مشروع سياسي تحضر له الولايات المتحدة وتريد إنفاذه على الأقل في مرحلة حكم ترامب كما ترجو إسرائيل. يعني بداية علينا أن نذكر سريعا ماذا تحدث به صباح اليوم الرئيس الأمريكي السابق أوباما عندما تحدث أنه على الشعب الأمريكي تغيير المعادلة في بداية نوفمبر القادم وإنهاء وجود ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، لأنه أصبح عبئا على الديمقراطية في العالم وأصبح يهدد الوجود السياسي الأمريكي في كثير من الدول. هذا التصريح هام جدا، يقابله أيضا ما يتحدث به أيضا ترامب لكثير من الدول حاليا، أن هناك الكثير مما لديه لصالح الفلسطينيين من إجراءات ربما يقوم بالضغط بها على إسرائيل للقبول بتنازلات تجاه الحق الفلسطيني أو الوضع الفلسطيني. بالطبع جميع هذه إغراءات هي تتغلف من خلال إملاءات واشتراطات محاولة لاحتواء الموقف الفلسطيني، الموقف الفلسطيني والذي تمثل بالرفض الكامل لما تتخذه الولايات المتحدة الأمريكية من قرارات تجاه القضايا المصرية والأساسية للصراع الموجود والمتجذر منذ سنوات، منذ عشرات السنوات. بالتالي الإدارة الأمريكية هي دخلت حقيقة في موضوع ساخن جدا في المنطقة، وبالتالي هي تحاول الآن الخروج من هذا المأزق الذي ألقى بظلاله على مستوى الشرق الأوسط. وأيضا هي لا تستطيع أن تعود إلى الخلف من حيث قراراتها باتجاه القدس أو من خلال أيضا إلغاء القنصلية وتحويلها مدمجة في السفارة الأمريكية. القيادة الفلسطينية التي ترفض ما تمنيها القيادة الأمريكية تحاول بقدر المستطاع الحفاظ على الحد الأدنى من إمكانية العودة إلى عملية السلام وأيضا عدم إغراق المنطقة بالصراع الواسع والذي هددت به كثيرا في حال تقدمت أيضا الإدارة الأمريكية بمزيد من الخطوات. هذا الأمر أيضا تحدثت به مصر وأيضا تحدث به الأردن وأيضا تحدث به الاتحاد الأوروبي. بالتالي صفقة القرن أو ما تعرف بصفقة القرن هذه الصفقة الفضفاضة والتي هي خارج المسودات أو خارج الوثائق المكتوبة، وهي في حقيقة الأمر هي تنفيذ أمر واقع على الأرض تماهيا مع الأسلوب الإسرائيلي. هي تريد تقزيم القضية الفلسطينية وعدم تدويل الصراع وإبقائه في كانتونات صغيرة. بالتالي ما يتم هو تقويض لحل الدولتين وإنهاء الحلم والمشروع الوطني الفلسطيني. هذا الأمر سوف ينعكس تماما على الكثير من الملفات الأخرى والتي ترتبط أيضا بعلاقة السلطة الوطنية الفلسطينية بالولايات المتحدة الأمريكية، خاصة عندما نتحدث الولايات المتحدة الأمريكية اتخذت قرارا صارما قبل عدة أيام وهو تقديم السلطة الفلسطينية أو قيادات السلطة الفلسطينية إلى المحاكم الأمريكية. دعنا نتحدث في هذه النقطة تفصيلا، ولكن بعد الفاصل ابقوا معنا أعزائي المشاهدين. أهلا بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين، عودة لاستكمال هذا الحوار مع ضيفي هذه الحلقة الأستاذ عاطف السويركي الدكتور مازن صافي، وإليك أستاذ عاطف حول الوضع الإنساني في قطاع غزة الذي بات مزريا إلى درجة لا يمكن احتمالها ولا يمكن تجميلها أكثر مما هي عليه الآن. لا يمكن تجاهل هذا الواقع. في المقابل
هناك مسيرات ما زالت مستمرة من أجل فك الحصار تقابل ببعض التسهيلات الإسرائيلية من حين لآخر إذا ما أرادت إسرائيل أن تبتعد عن واقع الحرب أو العدوان. هذه التسهيلات مؤقتة، قضايا إنسانية وأثمان سياسية. لا شك أن الواقع الفلسطيني في قطاع غزة واقع مر، واقع لا يطاق، وهو واقع لا يوجد مثله على الأرض، على الكرة الأرضية. بينما نسمع من فترة إلى أخرى بعض المساعدات الإنسانية والمتباكين علينا إنسانيا، وكلنا سمعنا مؤتمر واشنطن الذي تم وهو مؤتمر المساعدة بالقفز عن السلطة الوطنية، وكلنا سمعنا أيضا توقفت مساعدات مستشفى المقاصد مستشفى المقاصد في القدس، وهو مستشفى يعالج السرطانات والقلب والقضايا المزمنة الخطيرة، أنه أيضا ميزانيتهم توقفت. وشعرنا كيف أن معظم المساعدات الأمريكية توقفت وهي مساعدات إنسانية، كيف يتناقضون، يبكون إنسانيا ويلغون كل مساعداتهم الإنسانية المتوقعة على الأرض، وهم بذلك يقيدون السلطة الوطنية حتى لا تقوم بواجبتها، ويشعر العالم أن السلطة الوطنية مقصرة، وهذا غير صحيح. هذه المساعدات تأتي في سياق وفي سياق تدخل إقليمي فظ في قطاع غزة، ومن خلفه أجندات أخرى وأجندات دولية وإقليمية تريد أن تركع السلطة الوطنية بأنها لا تستطيع أن تقوم بواجباتها. ومن هنا فإننا نشاهد أن شعبنا كيف نفذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني في تبني المقاومة الشعبية الشاملة من مسيرات العودة في قطاع غزة، الخان الأحمر، بوابات القدس، نعلين، بعلين، وهكذا. فإن الشعب الفلسطيني على كل الأرض الفلسطينية يدفع شلال من الدم والشهداء من أجل تحقيق حقوقه الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية. أما الاحتلال الذي يدعي أعطوني حتى أعطيكم، وهذا شعار كاذب. الإسرائيليين لن يعطونا شيء، بل سيعطونا وهم. وسمعنا كثيرا بعد السولار وبعد الدولار وبعد المساعدات وبعد الرواتب وبعد هنا، كل هذا لا يفيد بشيء، إنما هذه إسعافات إغاثية سريعة لا تلبي الحد الأدنى من مطالبنا. قضيتنا وطنية وليس إنسانية، قضيتنا لا تحتاج إلى هذه المساعدات الذي يغرقون بمساعدات بخيسة ومساعدات لا تضمئ شعبنا. وهذه المساعدات حتى المصابين من الأسرى والمرضى والذي تقطع أرجلهم لا نمتلك الدواء ولا الغذاء في قطاع غزة، وكل العالم يتفرج علينا وهو يعلم ما هي المساعدات التي نحتاجها. هنا نحن نحتاج إلى مساعدة وطنية سياسية، ولا نحتاج إلى هذه الإغاثات التي تهدف إلى القضاء على قضيتنا. طيب، هنا تحديدا أستاذ عاطف، ذكرت عن الواقع الإنساني في غزة مر، ومحاولات القفز عن السلطة من أجل تقديم مساعدات إنسانية لقطاع غزة تأتي في سياق خلق بديل أو محاولة خلق بديل لتمثيل منظمة التحرير للشعب الفلسطيني. في هذا الإطار أيضا ما أوصى به المجلس الثوري مرة أخرى من حل التشريعي، وإذا عدنا إلى الأيام القليلة الماضية عندما أقدمت كتلة حماس في التشريعي على محاولة حجب الثقة عن تمثيل السيد الرئيس لفلسطين، وتأتي الشرعية من العالم عندما اعتمد الرئيس رئيسا ل 77 زائد الصين، الاعتراف من العالم بالشرعية بينما الداخل الفلسطيني ما زال منقسم. هذا صحيح، المحاولات من أجل خلق البدائل الفلسطيني، خلق البدائل على شرعية منظمة التحرير الفلسطينية، فهي ليست وليدة اليوم، بل من 1976 عندما أراد الاحتلال عمل انتخابات المجالس المحلية في الضفة الغربية ظنا منه أنه يستطيع القضاء على منظمة التحرير. وكلنا شاهدنا أن كل رؤساء المجالس المحلية في 1976 كانوا ينادون ويؤمنون ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية، ولم تتوقف هذه المحاولات. أما بخصوص المجلس التشريعي، فالواقع والحقيقة تقول أن المجلس التشريعي معطل. الواقع والحقيقة تقول أن المجلس التشريعي يستخدم منصة حزبية سيئة. الواقع يقول أن المجلس التشريعي لا يلتزم، بمعنى أنه فاق
كل الحدود وفاق كل القوانين ولم يلتزم بالنظام الأساسي الفلسطيني. ورغم ذلك فإنني أقول أن المجلس التشريعي هو إنجاز فلسطيني يجب المحافظة عليه بانتخابات فلسطينية لهذا المجلس تقوم على برنامج انتخابي أو قانون انتخابي النسبية الكاملة 100% حتى نستطيع تجديد هذا المجلس تجديد الشرعية الفلسطينية. لأن المجلس التشريعي ليس منا من أحد، هذا جاء بعد نضال طويل للشعب الفلسطيني وهو ملك لهذا الشعب. أنا مع إجراء انتخابات تشريعية تعتمد على قانون النسبية 100% وبذلك نكون جددنا شرعية المجلس التشريعي. بالعودة إليك دكتور مازن مرة أخرى، كنت ذكرت نقطة قبل الفاصل حول الابتزاز الأمريكي للسلطة الفلسطينية وللقيادة من خلال الضغط المالي لتمرير المراد الأمريكي من صفقة القرن أو كل ما يتعلق بإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الآن، قضايا متعلقة برفع قضايا مالية ضد قيادات في السلطة أو ضد مسؤولين في السلطة. من وجهة النظر الأمريكية ارتكبوا جرائم بحق مواطنين أمريكيين، لو تشرح هذه النقطة تحديدا. يعني هذا الأمر يعود بنا إلى طبيعة محكمة الجنايات الدولية التي لا تضم في عضويتها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. الولايات المتحدة الأمريكية هي تعتقد أن الأموال يمكنها أن تركع الشعب الفلسطيني وأن تستحوذ على النعم الفلسطينية لكافة قراراتها ولتطبيق صفقة القرن. ما خرجت به الإدارة الأمريكية أخيرا أو مؤخرا قبل عدة أيام وهو عزمها على رفع قضايا مالية، نتحدث عن مليارات الدولارات كتعويض لمواطنين أمريكيين تعرضوا إلى جرائم أو إلى الانتهاكات. هم يتحدثوا أن السلطة الوطنية الفلسطينية قامت بهذا الأمر. عندما يتحدث من هم هؤلاء الأمريكان أو الأمريكيين، نحن نتحدث على أن الولايات المتحدة الأمريكية وفق قانونها تعتبر أن كل من يحمل الجنسية الأمريكية هو أمريكي، وبالتالي هم يعتبرون المستوطنين الإسرائيليين هم الذين يحملون الجنسية الأمريكية أو من أصل أمريكي هم أمريكيين، وبالتالي هم يريدون محاكمة السلطة الوطنية الفلسطينية على هذا الأمر. وأيضا الجنود الإسرائيليين الذين يحملون الجنسية الأمريكية تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية الآن أن قتلهم أو إصابتهم أو ما إلى ذلك أو تعنيفهم أو تعرضهم لأي من المواقف هو أيضا انتهاك تعاقب عليه السلطة الوطنية الفلسطينية. ما هو المطلوب الآن من السلطة الوطنية الفلسطينية؟ هو عدم الطلب من الخزينة الأمريكية أي أموال أو رفض إدخال أي أموال لأي المؤسسات الفلسطينية الحكومية خاصة من الخزينة الأمريكية، لأن هذا القرار لا ينفذ ولا يعتبر نافذ المفعول طالما لم تخرج أموال من الخزينة الأمريكية لأي من الدول التي يراد تطبيق هذه المحاكمة عليها. حقيقة الأمر أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من تقوم بإعطاء الضوء الأخضر لاستمرار الاستيطان. هذا الاستيطان هو لب المشروع الصهيوني العنصري، والذي يعتبر أن الاستعمار والاستيطان والإحلال هو ديمومة بقائه فوق الأرض الفلسطينية. إدارة ترامب التي اتخذت الكثير من القرارات لمساعدة إسرائيل نحو استكمال مشروعها العنصري، هي تقوم أيضا من الفترة إلى أخرى بسن قوانين تعتبر قوانين بالنسبة إليها قوانين استراتيجية، عندما نتحدث عن اعتبارها السلطة الوطنية الفلسطينية أو منظمة التحرير الفلسطينية لا زالت تمارس أو تدعم الإرهاب وأغلقت مكتب المنظمة في واشنطن. أيضا اتخذت الكثير من القرارات تجاه الوضع الفلسطيني وعلاقته بالولايات المتحدة الأمريكية. هذه أيضا كما تفضلت هي جملة من الابتزازات سواء على الصعيد السياسي أو على الصعيد المالي. القيادة الفلسطينية هي تدرك هذه الأمر، تدرك أن رفض هذه الاشتراطات هو موقف فلسطيني صلب تثبت الأحداث أو ما وراء الأحداث يوما بعد الآخر. صوابية الموقف الفلسطيني عندما تحدث أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد مؤهلة أن تقود عملية سياسية بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وأنه لا يمكن أن تكون منفردة في هذا المجال. وبالتالي نحن نعود إلى اتفاقية أوسلو وما
فعلت الإدارات الأمريكية المتعاقبة من ترك الأمور ومن ترك الصراع ينتهي إلى حيث ما وصلنا الآن، إلى حيث الجمود الكامل واغتيال عملية السلام، وأيضا تجميد العملية السياسية واستبدالها بصفقة القرن. هذه الصفقة التي يراد بها أيضا إنهاء معالم القضية الفلسطينية وتحويل تدويل الصراع إلى اختزاله في الرعاية الأمريكية فقط، واستجابة للمطالب الإسرائيلية التي تعتمد تطبيق الأمر الواقع، وذلك لإنهاء أيضا وجود فلسطيني فوق الأرض الفلسطينية. دكتور مازن، تحدثت عن موقف فلسطيني صعب وصلب، وهنا أنقل السؤال للأستاذ عاطف عن صلابة الموقف الفلسطيني التي تتجلى سياسيا في الصمود الأسطوري للدبلوماسية الفلسطينية أمام الجبروت الأمريكي والإسرائيلي، أيضا تتجلى على الأرض في نهج المقاومة الشعبية، ما أنجز في الخان الأحمر من صمود أيضا بدأ منعكسا على قطاع غزة من خلال تبني نهج المقاومة الشعبية وما يدور الآن على السياج الفاصل. هذه المقاومة الشعبية تزعج إسرائيل أمام العالم. هذا صحيح، نجاح القيادة الفلسطينية دبلوماسيا لأنهم يقاتلون بشراسة في الساحة الدولية، وكلنا نعلم كم هي النفاق الدولي، ورغم ذلك فإن القيادة الفلسطينية نجحت نجاحا باهرا، وآخر تصويت عندما في الجمعية العمومية عندما كان التصويت 146 صوت لصالح القضية الفلسطينية، كما أننا مدعومين بالمقاومة الشعبية التي تم اعتمادها في المجلس المركزي، وكلنا شاهدنا نجاحنا في بوابات الإلكترونية في القدس كيف تم إنجاز هذا الإنجاز بدعم شعبي محلي فلسطيني، وبالإضافة إلى نجاح المقاومة الفلسطينية من مسيرة العودة في قطاع غزة إلى الخان الأحمر، وكيف تراجعت في الخان الأحمر قرارات إسرائيل في التأجيل لأنهم يتحينون الفرصة للانقضاض مرة أخرى، كما أنهم لا زالوا يراوغون حتى لا يعطوا قطاع غزة أي شيء، بل يطلبون منهم المزيد من التنازلات. وإحنا ندعو إلى التمسك بالمقاومة الشعبية الشاملة بكل أشكالها حتى نستطيع دعم القيادة الفلسطينية في الولوج في أهداف شعبنا في قمة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس. تعقيبك هنا دكتور مازن على ما جرى في الخان الأحمر، وإذا أسبغنا هذه الصورة على المقاومة الشعبية في قطاع غزة. يعني حقيقة الخان الأحمر هو مثل علامة فارقة في مسيرة المقاومة الشعبية السلمية، حيث التحمت كافة قطاعات الشعب الفلسطيني دفاعا عن هذه المنطقة الاستراتيجية. هذه المنطقة الاستراتيجية تعني بكل وضوح أن هدم الخان الأحمر هو فصل الضفة الغربية وفصل امتداد الضفة الغربية بمدينة القدس، وبالتالي إنهاء أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية ذات جغرافيا متصلة. الخان الأحمر هو أصبح رمزا للمقاومة الشعبية، رمزا أيضا لتدخل الكثير من الوساطات الدولية لمنع إسرائيل من هدمه. أيضا هناك هزيمة إسرائيلية مرة تلو الأخرى بالتراجع عن هدم الخان الأحمر، وهي تحاول بكل ما يمكن محاولة إنهاء الوجود الفلسطيني في هذا الخان وإنهاء المقاومة الشعبية السلمية. حتى الآن هناك كانت تهديدات فلسطينية واضحة في حال إقدام إسرائيل على هدم الخان. أيضا المستشارة الأمريكية ميركل هددت أيضا الجانب الإسرائيلي بأن هدم الخان الأحمر سوف يقود إلى موجة من العنف الشديد في الضفة الغربية، وربما هي موجة من العنف غير منتهية. بالتالي ما تقوم به القيادة الفلسطينية من اعتماد المقاومة الشعبية السلمية أيضا بجانب تكثيف الجانب الإعلامي الموجه نحو العالم، وذلك للحصول على رأي عالمي ضاغط لتوضيح مآل هذا الاستيطان وهذا الاستعمار وهذه قضايا الإحلال ضد شعبنا الفلسطيني وتقويض إمكانية قيام دولتين. هذا الأمر نجحت حقيقة في الدبلوماسية الفلسطينية سواء دوليا، نجحت أيضا جموع شعبنا في البقاء في الخان الأحمر ومقاومة الاحتلال. شاهدنا قبل عدة أيام كيف اعتدى الاحتلال جنود الاحتلال المستوطنين على من يقاومون في الخان الأحمر وهي لم تفرق بين أي منهم، وبالتالي نحن عندما نتحدث
على المقاومة الشعبية الفلسطينية، نتحدث عن استراتيجية اعتمدت وذلك لأنها تنهك الاحتلال دوليا وهي أقل تكلفة من أي من الوسائل الأخرى، مع التأكيد أن السيد الرئيس من فوق منبر الأمم المتحدة أيضا في الدورة 73 تحدث وبوضوح أن القوانين الأمم المتحدة وميثاق الأمم المتحدة واتفاق جنيف يسمح لمن هم تحت الاحتلال بمقاومة الاحتلال بكافة الوسائل المشروعة، وبالتالي المقاومة الفلسطينية ضد هذه الغطرسة والعنصرية الإسرائيلية هي مقاومة مستمرة. الخان الأحمر سوف يكون أيضا هو حجر الزاوية في العلاقة مع الاحتلال، إقدام الإسرائيليين وكما تهدد نتنياهو بهدم الخان الأحمر هي مجرد أوهام لديه محاولة لكسب الرأي الداخلي الإسرائيلي في استباق انتخابات ربما تكون مبكرة. هو أيضا كما ذكرنا هو صراع بين وزراء الاحتلال لكسب أيضا مواقف داخلية، وبالتالي المقاومة الفلسطينية أصبحت ذات جدوى كما كانت دائما. نذكر الانتفاضة الأولى وكيف كانت استطاعت أن تأخذنا إلى اتفاق أوسلو وإلى عودة الآلاف من الفلسطينيين إلى هذه الأرض، وبالتالي الوسيلة الناجحة أمام القوة العسكرية المتغطرسة الإسرائيلية واستخدامه لآلات الحرب المدمرة هي البقاء في المقاومة الشعبية السلمية التي كما ذكرنا تكلف إسرائيل كثير. ربما هنا تكمن القوة من ضعف الحالة، يعني كونك أنت في حالة الضعف والمعتدى عليك هو يعطيك القوة أمام العالم، حتى أن المقاومة الشعبية أنهكت إسرائيل وأحرجت حليفتها الولايات المتحدة الأمريكية التي تناصرها الآن عندما تقدم المستشارة الأمريكية لتوضيح الصورة لإسرائيل بأنها إذا ما أقدمت على هدم الخان الأحمر فإنها ستدخل في مواجهة مع الفلسطينيين. صحيح، هذا الأمر أدى حقيقة إلى تصليب الموقف الفلسطيني ولتسجيل انتهاكات إسرائيلية ضد المواطنين الفلسطينيين. هذا أيضا منح الفلسطينيين أوراق هامة لتقديمها لمحكمة الجنايات الدولية وذلك لمحاكمة قادة الاحتلال، وهناك مساعي ساخنة وسريعة أيضا لتقديم ما تم في الخان الأحمر أيضا لمحكمة الجنايات الدولية وتقديم قادة الاحتلال على جرائمهم المستمرة ضد شعبنا الفلسطيني. ربما هذا ما يدفع الولايات المتحدة الأمريكية للتهديد بالابتزاز المالي للقيادة الفلسطينية وللسلطة الفلسطينية. أعود لك سيد عاطف حول ما جاء على لسان كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو المبعوث الأمريكي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، الذي قال أن الوضع القائم لا يمكن أن يستمر. أيضا أضاف أن هناك خطة للسلام سيقرأها الفلسطينيون وسيوافقون عليها ثم يدخلون في مفاوضات. على ما يعتمد كوشنر في هذا التصريح؟ كوشنر يعتمد على القوة المفرطة التي تمتلكها الاحتلال ودولة الاحتلال والولايات المتحدة الأمريكية، ولكن كوشنر هو تلميذ صغير في السياسة الدولية. كوشنر أمام سياسة الشعوب هو صغير، أمام نضالات شعبنا الفلسطيني، شعبنا الفلسطيني هو الأقوى، شعبنا الفلسطيني يمتلك قوة أخلاقية أخذها من المقاومة الشعبية الفلسطينية والتي يحوز على شعبية ومناصرة كل شعوب العالم. شعبنا الفلسطيني الذي يتقدم بالصفوف أمام المحافل الدولية وهو الذي سيقدم قيادات الاحتلال إلى محاكمة الجنايات الدولية، وإننا في النهاية نقول إننا لمنتصرون على أرضنا الفلسطينية ما يستحق الحياة وشعبنا باقي والاحتلال زائل. بالعودة إليك أيضا دكتور مازن في التعقيب على هذه النقطة تحديدا فيما يذكره كوشنر من أن هناك مفاوضات ستأتي في نهاية هذا المطاف، يعني نحن سنعود لما تحدث به السيد الرئيس أبو مازن في جملة قصيرة عندما قال لوافقوا على حل الدولتين، إعطائنا دولة على الحدود العام 1967 وأن تكون القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين وينتهي الصراع وتنتهي الأمور إلى. إذا نتحدث عن توزيع حقوق، يعني نحن يحصل على حقنا بالكامل كفلسطين. نعم. وبالتالي لن يكون هناك الصراع. نعم، بالتالي ما تحدث به أيضا ترامب إلى الكثير من زعماء العالم أنه بصدد تقديم حل مقبول للفلسطينيين وأنه سوف يضغط على الإسرائيليين هو مجرد أضغاث أحلام أمريكية.
الأمريكيين وخاصة ترامب وإدارته هي متأثرة بالتيار الإنجيلي المتصهين، متأثرة باللوبي الصهيوني، هي جاءت من من رحم الدعم الصهيوني واللوبي الصهيوني له. هو عندما وصل سدة الحكم هو يريد أن يقدم نفسه كمنقذ أو كحليف استراتيجي لإسرائيل، وهو الذي يعمل حقيقة على استكمال مشروع إسرائيل الكبرى. هو لا يتحدث عن القدس كعاصمة لدولة فلسطين، هو لا يتحدث عن حدود 67 كاملة، هو يتحدث عن بعض الكانتونات، عن بعض الحدود المؤقتة، يتحدث عن فصل أيضا حتى بين غزة والضفة الغربية. هو يتحدث عن مشروعه الخاص، هذا المشروع سواء كوشنر أو غير كوشنر كل ما يقدمونه هو مرفوض تماما، لأن المساحة المتبقية لإقامة دولة فلسطينية وفق المنظور الأمريكي هي مساحة هي عدائية لشعبنا الفلسطيني، وهي تنهي الصراع من خلال الرؤية الأمريكية المرفوضة تماما. وبالتالي الموقف الفلسطيني هو مستمر في اللقاءات والرفض لكل ما يطرح أمريكيا. نعود أن الحل الأمثل هو حل الدولتين، هو إقامة دولة فلسطينية على حدود 67، القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين. دون ذلك لا يمكن أن يتقدم أحد لإنهاء هذا الصراع. الصراع مستمر ومتجذر طالما إسرائيل بقيت فوق الأرض الفلسطينية، وطالما بقيت الإدارة الأمريكية وعبر الحكومات المختلفة في دعم هذا الاحتلال. أيضا نحن عندما نذكر العالم بمواقفه وقوانينه ومواثيقه تجاه القضية الفلسطينية، نتحدث عن مئات القوانين التي صدرت بحق القضية الفلسطينية. مجرد تقديم قادة الاحتلال والاحتلال إلى 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 المحاكم سوف ينتهي هذا المشروع الصهيوني. أيضا تجريم الاحتلال هو وارد أيضا في قوانين الأمم المتحدة، ولكن هذا التقاعس وهذا الصمت هو الذي أدى إلى استمرار هذا الصراع إلى هذا الوقت وإلى أيضا وإسرائيل ترسل. تقاتل حتى لا نصل إلى هذه المحافل بالضبط. الدولية نعم. أستاذ عاطف، صحيفة يدعوت الإسرائيلية قالت بأن مسؤولين إسرائيليين قلقين من أن تتضمن صفقة القرن الاعتراف بمدينة القدس عاصمة لدولتين. هل هذا من باب إرضاء الفلسطينيين بعد القطيعة ما بين أو وقف العلاقات بين البلدين، أم هو مناورة أمريكية؟ بعد الصدمة التي واجهها ترامب من صمود الشعب الفلسطيني بقيادة الرئيس أبو مازن والانتصارات التي حققتها الدبلوماسية الفلسطينية دوليا، وبعد أن جاب العالم كله أصبحوا منفردين منعزلين في تحقيق ما يصبو إليه اللوبي الصهيوني، الآن بدوا في مراجعات داخل البيت الأبيض. هذه إحدى المراجعات الذي يبعث إشارات تطمينية للشعب الفلسطيني أو للقيادة الفلسطينية، لكننا لا نثق بهذه الإشارات. نحن نحتاج إلى قرارات من ترامب وقرارات من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بهذا الخصوص. نحن شعب نبحث عن دولة ولا نبحث عن بعض التسهيلات هنا وتسهيلات هناك. ما سمعناه شيء جيد، ولكنه غير مؤمن وغير ملتزم في أي جهة سياسية. إذن دكتور مازن، ما اعتقدته الولايات المتحدة الأمريكية من خلال وصول دونالد ترامب الرجل القوي إلى سدة الحكم أنه يستطيع أن يمرر صفقة القرن وبدأ بنقل السفارة والاعتراف بها بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل، بدأ هناك بعض التراجع على الأقل من خلال هذه التسريبات الإعلامية في الصحف الإسرائيلية من هذا القلق من إمكانية الاعتراف بمدينة القدس عاصمة لدولتين والعودة إلى التراجع عن بعض القرارات الأمريكية؟ يعني علينا أن نوضح بداية أن ما يقلق إسرائيل وما يقلق إدارة ترامب هو قضية الديموغرافيا، قضية السكان. السكان العرب الفلسطينيين الموجودين الآن في القدس يمثلون أكثر من 39% من مجموع السكان. المشروع الاستعماري الاستيطاني الذي يريد ضخ مئات الآلاف من وبناء من الوحدات الاستيطانية في القدس وحول القدس، هو يريد إخراج بعض البلدات الفلسطينية من محيط القدس وهي التي داخل حدود القدس إلى خارج حدود القدس، وأيضا يصبح عدد الفلسطينيين إلى أقل من 7%، وبالتالي يصبحوا أقلية
هذا يتوافق مع قانون القومية الذي أقرته إسرائيل ولم تعارضه الولايات المتحدة الأمريكية. عندما يتحدثوا عن عاصمة فلسطينية، هم لا يتحدثوا عن عاصمة فلسطينية في القدس الشرقية، هم يتحدثوا عن عاصمة فلسطينية في القدس، وفي الغالب هم يتحدثوا عن عاصمة في إحدى البلدات التي سوف تكون وفق منظورهم وخطتهم خارج مدينة القدس الكبرى، والتي اعترفت أمريكا من خلال عدة تصريحات أنها عاصمة أبدية إلى الاحتلال. وبالتالي ما تتحدث عنه الإدارة الأمريكية هي ليست تقديم إغراءات للفلسطينيين للقبول بهذه الصفقة، هو حقيقة هي إملاءات بطريقة أو بأخرى لإيهام العالم أنهم يحققون ما يطلبه الفلسطينيين، ولكن ما يتم هو استكمال للمشروع الصهيوني خاصة في القدس، وأيضا هو إرضاء لقادة الاحتلال وإلى اللوبة الصهيوني لإنهاء قضية القدس وإخراجها تماما من الصراع. نحن نتحدث أنه لا يوجد لنا عاصمة إلا القدس الشرقية وليس في القدس أو خارج القدس كما قال السيد الرئيس. نعم أكيد. ونحن عندما نتحدث عن وجود الفلسطيني ونتحدث عن القانون القومية نتحدث على أن إسرائيل هي دولة عنصرية إحلالية أبرتايد بامتياز، من يدعمها هو أيضا يمارس هذه العنصرية، وبالتالي كافة الإغراءات الواهية والإغراءات التي يراد بها دغدغة مشاعر العالم أو محاولة للالتفاف على القرار الفلسطيني لن تنجح ولن ترى النور. الموقف الفلسطيني واضح، محل الدولتين أو يستمر الصراع وللشعب الفلسطيني قيادته، وأيضا لا يمكن لهذا الاحتلال أن يستمر بهذه الوتيرة، ولن يترك الباب مفتوح لمزيد من التدخلات في الحالة الفلسطينية، وأيضا لن يطول الزمن حتى تمرر صفقة القرن التي بدأت معالم فشلها بالظهور نتيجة الرفض الفلسطيني والصمود الأسطوري لهذا الشعب فوق هذه الأرض. في نهاية هذه الحلقة اسمحوا لي أن أشكركما ضيفي في هذه الحلقة، الأستاذ عاطف السويركي عضو المجلس الوطني وعضو اللجنة المركزية لجبهة النضال الشعبي، كذلك الأستاذ مازن صافي الكاتب والمحلل السياسي، شكرا لكما. وأشكر لكم أيضا أعزائي المشاهدين حسن المتابعة والاهتمام، تحياتي وتحيات فريق العمل، إلى اللقاء.